الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال صلوات الله وسلامه عليه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكما تعلمون أن ليلة القدر هي أفضل من عبادة 83 عام ليلة واحدة تقومها، وهو في العشر الأواخر من رمضان. فلذلك نذكركم أيها الإخوة بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سيبدأ صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان في الخميس القادم ليلة الجمعة، الخميس القادم ليلة الجمعة، وهو يصادف السابع عشر من شهر سبعة يوليو. فالخميس القادم ليلة العشرون من رمضان يبدأ صلاة القيام الساعة 11 بإذن الله تعالى في مسجد الجري خلف بيت التمويل الكويتي في غرب مشرف. فلذلك احرصوا على هذا الخير، وهو نفس المسجد الذي يصلي فيه فضيلة الشيخ في كل عام، فاحرصوا على هذا الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز شرب بعض المشروبات التي فيها من المواد ما تجعلك لا تشعر بالظمأ في نهار رمضان؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. أي شيء مباح، يعني محرم إنما هو في المسكر والمسكر. أما في شيء مثلا قد يعني يروي الظمأ ولا يجعل الإنسان يشعر بالظمأ بعض الأطعمة في هذا وتشرب فلا بأس. ما يقولون مثلا يعني الشاي مثلا أو العرق التوت، وإن كان هذا لا تأخذ ستواي في الطعام. بعض الناس بيشربوا شراب العرق التوت هذا إنه يعني يحتفظ بالماء في الجسم فلا يشعر الإنسان بعطش أثناء الوقت، وكذلك شرب الشاي. على كل حال إذا أطعمة داخل فيه شيء من هذا، سواء كان شيء على طبيعته أو شيء مركب كيماوي في هذا، لا بأس، ما دام أنه ليس بمسكر ليس مفتر، محرر في الطعام، لأن محرر في الأطعمة الأمور النجسة، وكذلك المفترة نهارة الله والمسكر، نهارة الله كل مسكر ومفتر. أما غير هذا فلا بأس إن شاء الله، ما دام منافعه أكثر من مضاره. أما أي شيء تزيد مضاره على منافعه فإن هذا عند الله تعالى أنه لا يعني لا يعني. كما قال الله تبارك وتعالى في شأن سبب تحريف الخمر: يسألون كان الخمر والميسر يكون فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. وهذا سؤال يسأل: هل من السنة في شيء التهنئة بشهر رمضان؟ نرجو الإفادة، بارك الله. من السنة التهنئة بشهر رمضان؟ لا بأس، نعم، كان الصحابة يهنئون بعضهم بدخول الشهر، وكذلك يهنئون ببعضهم بقبول يعني الطاعة فيه، وكذلك يهنئون الله تبارك وتعالى قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وكذلك بعد رمضان أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم عملهم. فأن يهنئ إنسان مسلم أخاه يقول هذا الشهر ويدعو له وكان يعني يبارك له فيه وأن يوفقه فيه للطاعة هذا الشهر. نعم. وهذا سائل يسأل: هل بخاخ الفم لمرضى الربو يفكر في نهار رمضان؟ رجل اللي فات بارك الله فيه. شم أي شيء وكذا مضمضة باستنشاق لا شيء فيه. وما أي شيء بس الجوف. يعني الممنوع انما هو ان يصل الجوف شيء من الطعام يعني الشراب. اما ان يستنشق الانسان شيء رائحه الطعام او غير ذلك، او يتمضمض بالماء او يستنشق الماء فلا باس به.
وهذه سائلة تسأل: امرأة صائمة ولكنها عند الطبخ تذوق الطعام بطرف لسانها ثم تبصقه، وذلك للتأكد من ملوحته، فهل هذا جائز لأجل الإفادة؟ بارك الله فيك. يجوز، يجوز من يطبخ الطعام أن يتذوقه وهو صائم يعرف يعني، لكن لا يدخله يعني تذوقه بعد ذلك تمضمض من هذه الأوساخ. وهذه سائلة تسأل: امرأة طهرت من الحيض بعيد أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، ولكن بسبب انشغالها بتقديم الطعام للضيوف ولأبنائها الصائمين أيضا لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد انصراف الضيوف وهو بعد العشاء بساعة تقريبا، فهل عليها إثم علما بأنها صلت المغرب والعشاء بعد ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لكل حال ينبغي المبادرة، يعني مبادرة الجنوب بالاغتسال حتى لا يضيع الوقت، ولكن على كل حال وقت المغرب والعشاء وقتهما واحد، وقتهما واحد ثلاث، بس يعني أنا وقت الثلاث وصلت المغرب مع العشاء، لأن وقت المغرب والعشاء تجمع يعني يجمع، أما في أوقات لا يجوز ترحيلها إلى وقت آخر مثل العصر، لأن العصر لا يجوز أن يؤخر الإنسان إلى أن تغيب الشمس، فيجب أداء في الوقت. كذلك الفجر لا يجوز أن هو يعني يؤخره حتى يعني في مثل وقت الظهر أو بعد شروق الشمس. أما المغرب والعشاء ستجمع، والظهر والعصر كذلك تجمع. فلو طهرت المرأة مثلا في وقت الظهر ثم لم تتمكن بعد ذلك يعني من الغسل والصلاة إلا بعد دخول وقت العصر فلا بأس، يجمع الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء. هذا سائل يسأل يقول: وهب والدي مبلغ من المال لمساعدة كل مني أنا وأخي للزواج، فتزوج أخي وتوفي أبي قبل أن أتزوج أنا، هل يحق لي أخذ هذا المبلغ بعيدا عن الميراث؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك. إن كان قرضنا، إن كان الوالد وهب له ووهب لأخيه مال، قال مثلا هذه مثلا 1000 دينار لك وهذا 1000 دينار لأخوك الزوج، وقبضها قبل وفاة الأب، خلاص هذه لا يجوز لهم حتى وإن كان منظر الفلات، إذا كان قرضوها ما يجوز بقية الورثة أن يحاسبوا عليها، لكن إذا كان ما قبضها فإنها تروح ميراث، خلاص تذهب ميراث يعني بالوعد، هذا رجع إلى الميراث، وهذا الوعد هو وعد الوالد الورثة أن ينفذوه، يعني الأفضل أن ينفذوه، أن ينفذوه بمعنى أنه الله أبونا وعد مثلا أن يعطي أخي هذا المبلغ ومات قبل أن يعطيه، فلا رجع إليه، نحبه ينفذوه ينفذوه، سواء كان هذا الوعد لواحد من الورثة أو لغير الورثة. لو وعد مثلا فقير وقال لفقير أنت يعني سأعطيك مثلا 100 دينار وقال توفي وما أعطى، إذا ما كانت قبضها خلاص راحت هذا الميراث، باقي هذا الميراث الذي مات على الميت، لكن لأبناء الميت أو ورثته أنهم قبل ما يودعوا التركة يشوفوا موعد أبوه، لأنه كان أبوه موعد أحد بشيء يعطوا، هذا الأخطر هذا، لكن ليس يعني لازم هذه المواعيد، طبعا أداء الديون وأداء كذلك ما وعد به، ما وعد به يعني الميت قبل أن يموت، من الأولى أنه ينفذوا له. هذا السائل يسأل في سورة التوبة، يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فهل كان هناك منافقين لم يطلع الله سبحانه وتعالى رسوله على هؤلاء المنافقين؟ وهل القائم بأسماء المنافقين التي كانت بعهد حذيفة رضي الله عنه لا تتضمن أسماء جميع المنافقين، أم أن هذه الآية نزلت قبل إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله على هؤلاء المنافقين؟ نرجو الإفاضة بارك الله فيه. يعني هو صاحب السؤال أجاب في نفس السؤال،
على كل حال قد أخبر الله رسوله أنه قال وممن حولكم من أهل من الأعراب المنافقون، والأعراب اللي هم سكان البادية حولهم يعني حول المدينة، وذول بيسكنوا في البادية مشتركين في الحاضرة. ومن أهل المدينة قال الله عز وجل مرضوا على النفاق، وقيل مرضوا من التمرد، وقيل مرضوا من المرض اللي هو النعومة، يعني أنهم من الممرض اللي هو الناعم، يعني إنسان ناعم جدا مخفي للنفاق بحيث أنه ما يظهر منه ما يدل على نفاق، وهذا نفاق كفر. فهو يصلي يكلم الرسول ويستشير ويكون معه. قال مرضوا على النفاق، قال الله لا تعلمه نحن نعلم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. بعد ذلك اعلم الله سبحانه وتعالى يعني رسوله بكل من حوله من المنافقين، فكان النبي يعلمهم، لكنه كان النبي في معاملته للمنافقين يعاملهم بما يظهر منهم فيترك سرائره الى الله. يعني ما جاء مثلا وقال لفلان تعالى انت منافق وكذا، ثم حاسبه على هذا كافر، نحاسبه على الكفر او اخذه او امر بقتله او تعزيره او نحو ذلك. وانما كان النبي يعامل المنافقين بما يظهر منه بس، ومثلا يترك يعني حديث او استغفار من يامره الله تبارك وتعالى بهذا، كما قال له الله في بعض المنافقين استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع هذا فان النبي استغفر لعبد الله بن ابي بن سلول، وكان هو راس أولى المنافقين هو الذي تولى كبر الإثم، بل إن ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبيه بردة النبي ليكفن فيها، بارك الله بردته، بردة نوع من اللباس الغطاء لفوق الثياب، بل إن النبي نزل قبره، يعني النبي هو الذي أنزله في قبره. فعلى كل حال النبي عامل المنافقين وان كان يعلمهم بظاهر الامر، ولم يعاملهم بحقيقه قلوبهم انهم خلاص منافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ولم يفضحهم كذلك عند كل احد، وانما فقط كان حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الوحيد الذي اخبره النبي بالمنافقين، فكان هذا هو الوحيد. اما النبي فلم ينشر يعني هذا الامر ولم يعلنه لكل من معه من الصحابه ان فلان وفلان فلان 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 ما يعلم. ولذلك كان يعني الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الجنازة ينتظروا، شوفوا حذيفة إن قام يصلي عليها قام يصلي عليه وأنهم دليل ثمان، وما قام ما صلى وترك الصلاة عليه كانوا يتركون الصلاة كذلك، علموا أن هذا كان منافق هو الذي يعلمه حذيفة. فهذا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين أنه لم يفضحهم، وقد اخبره الله تبارك وتعالى ب يعني مكنون صدورهم، لكن النبي لم يفضح ولم يعاملهم الا بما يعني يظهرون من العمل. هذا سائل يسال يقول الله سبحانه وتعالى في سوره هود قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك امم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم، من هم الامم الذين كانوا مع نوح سيمتعه الله سبحانه وتعالى ثم يمسهم عذاب أليم
وكم عدد الأمة التي كانت مع نوح في السفينة؟ وهل هناك أمم جاءت بعد نوح لم يكن لها وجود معهم في السفينة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. الأمم الذين كانوا مع نوح كانوا في أصلاب آبائه، فإن نوح لم يكن معه إلا يعني فئة قليلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل، قيل 84 رجل وامرأة، كل دول ركاب السفينة، كما قال الله: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم إن الله لم يجعل نسل إلا لأولاده فقط، لهم من ذريته. ربنا رزق عليهم 3 أولاد هم الذين نسلوا بعد ذلك، وكل الذين على الأرض إحنا من هؤلاء 3 بس، لوسام وحام ويافث، كلموا هؤلاء 3، سام وحام ويافث. فسام اللي احنا منه العرب، العرب كلهم دول يقول لك ان الشعوب السامية نسبة الى سام ابن نوح، وفي حام وفي يافث. فهذه الامم التي في معه قيل يا نوح اضبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. أمم، إحنا الحين أمة. وين آخرنا بعدين؟ جدنا البعيد سام ابن نوح. فهذه أمم، كل الأمم الذي جاءت في الأرض بعد ذلك من أولاد نوح 3، وأمم سنمتعهم ثم نمسهم منا عذاب أليم. يعني أنا لما تناسل ملأ نفسه بعد ذلك الأرض بعد طوفان وهلاك، أهلك الله تبارك وتعالى كل ما على الأرض بالطوفان، ما بقي لا فار ولا أرنب ولا قطو ولا شيء ولا إنسان، بس ركاب السفينة وكل ما الدواب بعد ذلك الذين انتشروا في الأرض من السفينة. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنوح، قال له: واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، اسلك أدخل فيها في السفينة من كل من دواب الأرض زوجين اثنين، زوجين يعني ذكر وأنثى، فيأخذ أسد ولبغة ونمر ونمرة وفيل وفيلة، وانت ماشي وانت ماشي في كل يعني دواب الأرض من كل زوجين اثنين من هذه الدواب وأهلك إلا أن سبق عليه القول ومن آمن، فدر ركاب السفينة. ربنا أمره أن يدخل فيها فيعمل هذه يعني أقفاص و أحواش لكل الطيور ولكل الزواحف ولكل الوحوش ولكل كل بيت ذكر وانثى، وأهله من يعني أولاده ومن أهله، قال ربنا قالوا إلا من سبق عليه القول، والذي سبق عليه القول زوجته وابنه الذي فارقه فغرق وهلك مع الهالك، وزوجته كذلك هلكا، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. فغرق زوجته زوجة نوح مع من غرق وهلكت مع من هلك. فالشاهد ان هذه هي التي والارض عمرت بعد ذلك بما فيها من البشر من ذرية نوح 3، ومن كل الدواب الموجودة الآن هذه يعني هؤلاء أو هذه أبوهم. فالأفيال الموجودة في الدنيا كلها أبوهم كان وين؟ كان في السفينة، أبوهم البعيد كان راكب في السفينة مع نوح، وكلهم تناسلوا بعد ذلك وانتهى.
فهذه آية من آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وجعلناها آية للعالم، آية من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، أنه بذرت يعني خلائق هذه الدنيا كانوا فاتفين. كل شوف كل ما هو محشور الآن في هذه الأرض من البشر والدواب والطيور والحشرات كلهم أباؤهم كانوا هناك كانوا في السفينة، فأبونا كان مين؟ كان ركاب السفينة سام. كنا بعد ذلك يعني في ظهور أباؤنا فخرجنا الله سبحانه. نعم هذا سؤال يسأل: صليت في مسجد لم أكن أعلم أنه للصوفية، حيث كانوا يقومون بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح بقرع الطبول والدف ورفع الأعلام الخضراء والإنشاد لموشحات ومواويل دينية لمدة 7 دقائق تقريبا. حلو تراويح اللي نروح أيوة شو دهنا طيب ثم يستأنفون الصلاة، فهل صلاتي معهم صحيحة علما بأنني كاره لذلك ولكن لا أستطيع إنكار عملهم خشية أن يؤذونني؟ طبعا دخال المسجد لهذه المنكرات عظيمة، يعني تدخل في المسجد ما يعني لهذا أن المسجد يكون محل لقراءة طبول و مواويل وإنشاد الصوفية، وغالبا ما يكون إنشاد الصوفية شرك بالله تبارك وتعالى واستغاثات بغير الله عز وجل. فهؤلاء الأقوام المشركون ما كان يحل أن هو يعني يصلي معهم، وكان يجب أن ينكر عليهم أو أن يخرج ما يصلي معهم. فهؤلاء من القوم الضالين، نسأل الله العفو والعافية. هذا سؤال يسأل: ما حكم التبرك بشعرة من ظفيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد رأيت فيديو مصور لبعض الأشخاص ذهبوا لشخص يقول بأنه مستأمن على ظفيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمير الخزرج، يغطس الشعر بالماء ثم يشربون منه، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. التبرك بآثار الرسول سنة وخير وبركة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى مباركا. فالتبرك بالماء الذي يمس جسده الشريف، تبرك بعرقه، تبرك بشعره، تبرك بملابسه صلى الله عليه وسلم، ومعنى التبرك ان تمسح بها او مسح الوجه بها، او يعني ان يشربها مريض يشرب معها مريض مثلا للشفاء ونحو ذلك، هذا كله يعني امر مشروع وعظيم. كان الصحابة يعني يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم وكل شيء. فإن كان بقي شيء من هذا يعني من أواني النبي أو ملابسه أو شعره فإنه لا أقول يجوز بل يستحب التبرك بهذا لمن قدر على هذا ومن وجده. لكن الادعاء بأن هذا الأثر الموجود للرسول ممكن يكون هذا الكلام صحيح، ممكن يكون غير صحيح. فإن هناك يعني بعض الآثار قيل أنها من آثار من مثل نعال النبي خاصة طبعا تورث أشياء للرسول صلى الله عليه وسلم، تورث سيفه وأوانيه بعض أوانيه صلوات الله وسلامه عليه، وتورث بعض نعاله أصبحت يعني ميراث، وجاء وقت ضاعت هذه الهدية، وكان آخر هذه الأشياء كانت بيد حكام الأتراك، وهم أكثر ناس حكموا بلاد المسلمين مدة طويلة أكثر من 600 سنة، فبقيت عندهم بعض آثار في هذا، وما زال عندهم في المتاحف الموجودة في إسطنبول بعض هذه الآثار ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أن يكون بعض هذا ليس بصحيح. فإن مثلا بعض النعال الموجودة وبعض السيوف الموجودة
يعني تدل على أنها يعني كانت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سيوف مصقولة ومزخرفة زخرفة عظيمة جدا. ما أظن أن سيف النبي كان على هذا النحو. وكذلك النعال، نعال تدل على أنها طلع من أحسن مصانع يعني النعل. وإن على النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه فبعض هذا الله تعالى أعلم ليس يعني قد يكون منسوب إلى النبي، لكن هذه النسبة ربما لا تكون صحيحة، وخاصة أن هذه تداولتها يعني حكام كثيرين، بني أمية يعني مثل الصحابة، بني أمية بعد الرسول، بني العباس وقع في بعض الحكومات السلاجقة والمماليك، بعد ذلك وقع عند هذا الأمر عند يعني بني عثمان، يعني تنقل هذه التنقلات الكثيرة. فتحقيق أن هذا بالفعل كان من أثر النبي هذا أمر شوية ربما يعني قد يكون هو موضع يعني، لكن لو كان بالفعل في شيء من آثار النبي فإنه يجوز التبرك به. فهذا الذي يقول أنه من الأنصار وأنه عنده شعرة من شعرات النبي، الله تعالى أعلم صدقه أو كذبه، وأنهم يعني يضعونها في الماء ثم يتبركون بالماء الذي المشكلة أن يبدو سد الذريعة في هذا أفضل، أن حتى لا تكون باب الشرك، وخاصة أنه يعني من الصعب إثبات أن هذا الأثر بالفعل هو للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إذا اغتسلت وخرج مني ريح لماذا أتوضأ مرة أخرى بالرغم من أني نظيف الجسم؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. ما شاء الله. إذا اغتسل وبعدين نقض غسله بأن أخرج ريحا خلاص لازم يكون اغتسل، يقول لا والله لسه مغتسل الحين. طيب يا أخي أنت اغتسلت الحين ثم قلت أو تغوطت أو خرج منك ريح خلاص، هذا اسمه ناقض الوضوء أو ناقض الغسل، فهذا ينقض الوضوء يعني. ولو كنت ما زلت الآن قطرات الماء وجسمك مبلل للماء، لكن يعني إذا الريح خروج الريح خلاص ينقض الوضوء، كما في الحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا يحدث أبو هريرة. فقيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ شو الأحدث؟ لأن كلمة أحدث فقال فساء أو ضراط، يعني إذا فساء أو ضراط خلاص يبقى نقض الوضوء. فصاحبنا هذا اللي بيسأل بيقول أنا لسه منفسر الحين، طيب أنت فسيت أو فسوت خلاص يبقى تروح تتوضا ثاني، تعبان يعني تتوضا مرة ثانية. نعم. هذا عنده ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول بخصوص سورة التوبة، إذا أردت أن أقرأها من منتصف السورة هل أيضا أقرأها بدون البسملة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. والله بعض العلم يرى أنه عند قراءة القرآن يعني يجب أن يسمي سواء من أول السورة أو من وسط السورة يقرأ كله، أما الاستعاذة فورا. الاستعاذة واجبة لقراءة أي شيء من القرآن سواء كان من أول السورة أو من وسط السورة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأي قرآن تقرأه يجب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قراءة البسملة يعني طبعا في الفاتحة هذه صحيح أنها يعني واجب، وقد عدها بعض أهل العلم أنها آية من الفاتحة، فينبغي أن تقرأ البسملة. والبسملة كذلك في أول كل سورة من القرآن. براءة ليس في يعني بدأت على طول براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين بدون بسملة، ولم تكتب بسملة في المصحف.
فإذا قرأت سورة براءة فإنك تستعيذ بالله فقط من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فأما القراءة من وسط السورة، القراءة من وسط السورة لا يشترط فيها البسملة أن تقرأ البسملة، وإنما الذي يشترط فقط هو استعاذة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما سؤاله الثاني، عند الإفطار في رمضان إذا كان هناك ماء زمزم وتمر، بأيهما نبدأ، بالتمر أم بماء الزمزم؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. السؤال بايخ، ابدأ بالمتاج، تبدأ بزمزم لا بأس، تبدأ بتمرات لا بأس. نعم. وأما سؤاله الأخير، هل يجوز أن أتصدق بدينار مثلا عن مجموعة من الأشخاص سواء كانوا أحياء أو أموات أو عنهم جميعاً؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك. لا بأس أن يجمع الإنسان، يعني في من يعمل عنهم شيء يجمع، يعني تصدق بدينار قال عن أبي عن أمي وعن والدي أمي وأبي لا بأس، وتصدق مثلاً والله عن يعني مجموعة من الناس لا بأس، إذا نواها فلا بأس، كان عن واحد بنفسه أو عن مجموعة لا بأس. السؤال الأخير، عند محاولتي تحويل ابنتي من مدرسة ابتدائية حكومية لأخرى أزهرية، حرصا مني على تعلم البنت حتى ولو القليل من دينها، بالإضافة لمجهودي وأمها معها في البيت، وهو الشيء الذي لم أجده مطلقا في المدارس الحكومية، أي الاهتمام بالدين، طلبت مني إدارة المدرسة شراء مراوح للفصول كتبرع، وتم التلميح بوقف إجراءات القبول لابنتي في حال عدم الشراء، وهذا إجراء أصبح تقريباً عاماً ومتفشياً في كل المدارس نظراً لنقص الموارد الحكومية، فما حكم هذا التبرع إن كنت مجبراً على ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. تبرع بالإجراء على كل حال، ليه هو التبرع؟ وإن كان هذا ليس لأنه لن يكون التبرع يعني بهذا النحو، على كل حال الدولة كلها بتبحث، فإذا كانت المدرسة تبحث كمان يعني أقول لك عشان ندخل ابنك المدرسة هاتنا مروحتين ولا هاتنا هذه لا بأس، أنت يعني خاص لك في المدرسة تعلم ديني فجعلنا لله عز وجل، خلي لك نية في هذا ولا بأس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.